بنرحب بجميع المشاهدين من كل مكان من قناة الحرية في حلقة جديدة من برنامج مسيح الأسرة وإحنا لسه بنكمل سلسلة عن قيمة الرجل في الأسرة وقيمة المرأة في الأسرة والنهاردة هنتكلم عن المرأة إزاي آه تكون صديقة زوجها المرأة الحلقة, الحلقة بعنوان المرأة صديقة زوجها هل في شروط للصداقة دي هل في حاجات يعني اركان تتركز عليها الصداقه دي واهلا بيك يا دكتور نبيل بنرحب بيك ومنتظرين نسمع من حضرتك عن المراه صديقه كوسا سنة طيبين داخلين على موسم الكريسماس آه، ايوه كل سنه طيبين ونهاية نهايه طيب. السنه يعني يعني موسم احنا بنسميه موسم التائبين <تصفيق> <تصفيق> نهايه السنه دي يعني واحد بيبقى موسم في حصاد سنه بحالها الواحد بيشوف يا ترى السنه دي انا كنت فيها مع ربنا ازاي؟ م -م. عشت ازاي؟ م -م. عملت منجزات ايه؟ عشت ازاي؟ يعني داخلين على موسم حلو خالص يعني م -م. كل سنه وانت طيب بالصحه والسلامه م -م. احنا هنتكلم النهارده يعني عاوزين نقرا حته من رساله افسس الصحة الخامس من اول اية 21 ل 25. اوكي. وبعدين اية 33 في الاخر. حاضر. رسالة بولس الرسول الى اهل افسس اصحاح الخامس اية 21: خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لان الرجل هو راس المرأة كما ان المسيح ايضا راس الكنيسة. وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسه للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسه وأسلم نفسه لأجلها. آخر آية بقى بس. آخر آية 33 وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا. كنفسه واما المراه فالتهب رجلها التهب يعني المهابه التوقير الاحترام يعني مهابة. آه. آه. اي 21 حضرتك قريتيها دي بتتكلم على خاضعين بعضكم لبعض فخوف في خوف الله في خوف الله الخضوع هو الاحترام الخضوع من مرادفات المعنى بتاعه الاحترام آه. ابسط شيء يعني طبعا ما فيش خضوع استعباد ولا حاجه بس هو خضوع معناها ان الاثنين مع بعض خاضعين بعضكم لبعض يعني احترموا بعض انتوا الاثنين في خوف الله وبعدين اول نقطه هتكلم عنها النهارده هي المحبه والخضوع في راي قديس يوحنا ذبيح الفم في شرح الحته دي كما جاء في الكتاب بتاعه سان جون كريسوس اون مارجن فاميلي كتاب مترجم الى من اللغه اليونانية الى الانجليزي و اللي نشره فلاديمير في نيويورك. اسمه ايه الكتاب يا دكتور؟ سان جون كريسوس ذا بيل يعني اه اه اون ماريج اند فاميلي اوكي كتاب طيب حلو خالص مم. بسيط خالص وحلو خالص فلي راي لو راي الاباء يعني في الموضوع ده موضوع الخضوع والاحترام مم. قصدي المحبه المحبه والخضوع نلاقي انه اول اربع ايات 21 22 23 24 موجهين للمراه من 25 لاخر اصحاح موجهين للراجل دور الراجل كبير قوي م. الخضوع يعني ابسط معنى ليه هو الاحترام م. واحنا هنتكلم عن ايه الاحترام بعد كده يعني. لكن بنلاحظ انه مع ان زي ما بيقول القديس ذهبي الفم يوحنا ذهبي الفم انه المحبه والاحترام طريق ذو اتجاهين. يعني كل واحد بيحب ويحترم الثاني. يعني المراه تحب ويحترم جوزها هو يحبها ويحترمها. لكن لكن معنى ربنا خصص خضوع المرأة لجوزها ومحبة الرجل لمراته كمحبة المسيح م. يعني بيبذل نفسه سكريفايس بيضحي بنفسه لأجلها ده اللي هي أي 25 م. وبعدين يحبك واحد امرأته كنفسه في أي 33 المح المهابة والتوقير والاحترام دي حاجة مطلوبة للاتنين لكن ربنا عارف كويس قوي انه الاحترام مهم قوي قوي للراجل البيت مهم للستة برضو بس مهم للراجل قوي بحيث الراجل اللي مش بيحترم في بيته بالقصد يعني بيتعب جدا جدا والمرأة اللي حاسة مش محبوبة من جوزها بتتعب جدا جدا فربنا لما قال الايتين دول او الايات بتاعت المراه والراجل ما حطش سبب يعني ما قالش اذا انت مفروض المراه اخضعنا للرجال كنا كامل للرب اذا كان زوجك يحبك ما قالش السبب كونديشن يعني ان الزوج يحبها والراجل حب مراتك وضحى علشانها بنفسك اذا كانت بتخضع لك لا ما قالش كده يعني كل واحد فينا مسؤول عن الآية أو الأمر الموجه إليه مم. وصية من المسيح الروح القدس بيقول لنا أنت يا راجل تحب مراتك مم. كما حب المسيح الكنيسة و... واسل و... نفسه لأجلها والست أخدعي. الخضوع قلنا الاحترام ف ايات إخضاعنا اخضعنا كما للرب ربنا عمره ما يخليني امشي في اتجاه غلط يعني هل انا مفروض احترم جوزي اللي بيتكلم معايا باسلوب ربنا المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على الرجل رفيق العمر وكلمنا على الابديه ازاي الراجل يكون منفتح على الابديه عشان يقود شريكة حياته واسرته. أوه. واحنا عارفين كويس ان في كورس أولى 11 اي 11 ان ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون ولا المرأة ولا الرجل من دون المرأة للرب. أي يعني قطعا الواحد اللي امراته بتكون برضه كرايس سنترد متمركزة حول المسيح. وهي بتختار شريك حياتها انه متمركز حول المسيح يعني اهم حاجه عنده المسيح مم. هو اللي بيوجه افكاره وعواطفه ونيات قلبه وضميره ومبادئه وارادته يعني هو اللي بيوجه كل الحاجات دي فيا ترى هل المراه اقل من الراجل في تمركزها حول المسيح طبعا لا هو الايه بتقول كده ده من دون الرجل بالزبط. فيما للرب هل يا ترى الست برضه عينيها مفتوحه على الابديه طبعا ايوه طبعا <applause> عينيها مفتوحه على الابديه فلو أنها المره اللي فاتت بالنسبه للابديه وحلاوتها اللي مستنيانا المراه داخل الزواج عشان تكون صديقه حلوه لجوثها لازم تبقى عارفه ان عليها دور معين الاحترام ده ربنا قاله احنا عرفناه خلاص وعرفنا ليه ربنا خص المراه بالاحترام م. اساسا ضعف جوزها يعني دي الضعف عند جوزها ان لو ما احترمش يكسر من جوه خالص يتدشدش يعني يحس ان هو ولا حاجه وهي لو حاسه مش محبوبه تنشف تنشف زي الارض لما تنشف كده وبعدين ممكن في رد فعل حاجه زي كده فربنا خصص الحكايه دي مع انها طريقه اتجاهين يعني المراه يجب ان تحترم مم. والراجل يجب ان يحب لما بلاقي في كنس سبعة دايما بيتكلم بولس الرسول برضو انه ليوفي الرجل مرأة حقا واجب وكذا المرأة الرجل ايضا يعني المحبة دي يعني زي ما الراجل بيحب ب... بنوع التعبير الخاص والافكشن تحب مراته مم. فقطعا الزوجان ده تحب جوزها بالعقل كده يعني مش تحترمه بس مم. هو لازم يحترم مراته ده اي واحده حاسه انها مش محترمه في البيت زي ما اتكلم على الاحترام دلوقتي هتتعب برضه يعني ايوه لكن اللي عاوز اكده ان مهم جدا جدا ان المراه عشان تكون صديقه مخلصه لجوزها لجوزها يجب تكون مفتوحه على الابديه هي بتفكر في ابديتها ابديه جوزها ابديه عيالها حاسه ان القصه دي كلها لم ملك تصل الابديه ملك لأبدية. ربنا اه فلو جوزها تعب لاي سبب من الاسباب مم. روحيا مم. بدون ما تعمل هي بتصلي لاجله ويذكروا بعض الابديه مستنياهم يعني ايه؟ يعني ربنا فاتح بكل مجده مستنيهم عشان يعيشوا في المجد مم. الصديق المخلص يهمه قوي قوي انه مش هو بس يروح السماء ده كل اللي معاه يعني الزوجة أعطيت كم وزنة ممكن تكون الوزنة دي حياتها الشخصية جوزها أسرتها جيرانها ففي واحد بيعطي خمس وزنات على قد طاقته ربنا عارف انه يقدر يشتغل بيهم ازاي الوزنات دي بتاجر واربح بيها يعني ايه اربح بيها الناس للملكوت فالمرأة عندها أولادها عندها جوزها عندها عيلتها أبوها وأمها عندها أصدقائها عندها جيرانها زملائها في الشغل فقصدي المرأة زي الراجل بالظبط كل ما تتفتح على الأبدية كل ما تحب تخش الأبدية ومعاها معاها الوزنات اللي ربنا اداها لها مسؤول عنها يعني فالمحبة والخضوع الاثنين مهمين للاتنين وانا اقول بس انه الخضوع ابسط حاجة ليه معنى اسمه الاحترام الكنيسة بتقرا آه للعروسة والعريس في الفرح وصايا معينة فبتقول الطاعة الطاعة ده جزء من الاحترام برضه ومن الحاجات الحلوة يعني في الامبليفايد بايبل في 14 مرادف لكلمة الخضوع 14 مم. كتير مش هذكرهم كلهم طبعا بس دايما شي ريفيرز تو ترجع له شي حاجات لي آه. آه. المهابة بتهابه فينيريتس هم كلمة فينيريشن عارف لما في أيقونة الناس يعني في حامل ايقونات صغيره بتحط كده بيكون في عيد قديس يحطوا ايقونه ففينيريشن ذا يعني الواحد يعني ازاي يكرم اللي موجود جوه ايقون ده صاحب الايقونه يعني تكرمه يعني اه م. فمن ضمن الكلام كلمه فينريشن <applause> ازاي جوزي انا اعتبره ايقونه الله ايقونه الله هو يعني صوره الله ومجده زي ما قلنا في الاول فازاي انا اكون مهتميه بيه لان صوت الله ومجده ال... قبل ما تنقل على الجزء الثاني بعد كده مم. عاوز اكد انه المراه دورها بالنسبه لجوزها اساسي مم. ان ممكن بحكمتها تخلي جوزها ده يقعد مع المشايخ على باب المدينه على ابواب المدينه يعني يقعد مثل الحكماء اللي عندهم حكمه تفضل وراه وتساعده وترشده وتكلمه م. وتشجعه لغايه لما يوصل يبقى هذه الدرجه يعني م. فعليها دور مهم جدا جدا في نفس الوقت زي ما بقول انه السلف استيم م. الثقه بالنفس بتاعت الراجل او بتاعت الست اساسا من الله م. ومن شريك الحياه يعني شريك الحياه لما يشجع يعمل اعمال معينه مم. نتيجتها ان الزوج يثق بالله اللي جواه يثق بنفسه عنده ثقه بنفسه السلف ستيم نفس الشيء بالنسبه للزوجه الزوجه مم. الراجل مسؤول عن السلف ستيم بتاع, بتاع مراته ازاي ان يشجعها بيشجعها ليه بالظبط وصايا الكنيسه ليه في الفرح أوه وعملها أوه بيرفع من قدر مراته أوه وبتحس بثقه انه جوزها بيحبها قوي قوي ايوه وبيعمل كل ما يجي لصالحها ومش عاوزها تتعب ابدا من اي حاجه ويد... يعني هو مسؤول عنها بدل بدل كده في خدمتها آه كل حاجه ف طيب الكنيسه بتهتم تدي وصايا للاثنين فبالنسبه للخضوع بستبعد خالص فكره خضوع الاستعباد لكن الراجل بيحب امراته حب غير عادي م. بتلاقي نفسها بدون ما تحس ممكن يعني تبص رجليه تخضع عليه خضوع م. المحبه حاسه انه بيحبها جدا نفسه يشيلها من على الارض شيل م. فالخضوع ده او احترام الرجل احترام بيزوده ان جوزي بيحبني قوي قوي طب جوزي لو ما حبنيش الوصيه بتقول المفروض الست بتحترم تحترم جوزها. طب بتحترم جوزها في كل شيء؟ طب افرض الراجل عمل حاجه غلط. تحترمه برضو الوصيه بتقول كده. يعني ايه احترمه؟ يعني ما عليه م. اكسر فيه عشان اعمل حاجه غلط. احترمه يعني احترم ضعفاته. احترم انه غلط. م. طب كلنا بنغلط يعني. بس منزلش على جوزي ازود تاثير السلبيات بتاع الحاجه اللي عملها أوه. بان انا يعني اشتم فيه وعلى كلام وحش ما ينفعش. فالزوجه بنقول كما تخضع الكنيسه المسيح هكذا النساء لرجالهن في كل شيء. أوه. يعني باستمرار احترم جوزي في كل موقف يعني دي حاجه مش صعبه. طيب يعني دلوقتي بس قبل ما نبتدي ندخل في تحترم ايه وتعمل ايه يعني كده. ال لو مش المسيح هو السنتر في البيت الست مش هتقدر تطيع الوصية دي كمال يعني 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 الرب يعني هي بتطيع الرب في الوصية مم. مم. وبتضيع بتطيع جوزها بس حضرتك قلت مش استعباد يعني مش طاعة عمياء يعني ولا خضوع استعباد بالظبط مش حاسمة كده. كده خالص طيب احنا هنتكلم بالتفصيل بس معانا مكالمة أبو فادي من مصر ربنا يبارك لكم كل سنه طيبين وانت طيب اهلا بيك في الحريه قدر. وكل المشاهدين الحريه بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين ويكون شكرا. سنه جديده بالبركه والقوه والتعويض وكل اسره وكل راجل وكل زوجه يكونوا في المسيح يسوع منور حياته شكرا طبعا موضوعاتكم رائعه جدا لكن حضرتك بتعرف في الكتاب المقدس ان المراه تخضع لرجلها في كل شيء لو قلنا دلوقتي في مشاهدة بتتفرج علينا وزي ما الدكتور كده بيتكلم ان المرأة لازم تحب زوجها لازم تهابه لازم تقضي عليه لكن هي شايفة الرجل ده للأسف رجل آسف يعني في التعبير رجل بي ما بيحبش عياله ما بيحبش بيته بيزني ماشي بشكل كل هدفه إن يعيش رغبته والشهوة وشايف نفسه بس ومش شايف حد تاني في حياته غير روحه وكيفه ومزاجه ولبسه وأكله وشربه فقط ده سؤالي في الحلقة لكن كان في سؤالي خارج الحلقة يمكن آه في عندنا هنا في مصر مشغولين بيه ممكن أشارك بيه وأسأل السؤال فيه بعد إذنك؟ اتفضل آه طبعا آه اليومين اللي فاتوا كان في حلقه آه حد اعلاميه اسمها رهام سعيد كانت جايبه آه بنات خمس بنات خوات عليهم ارواح ناجس عليها شياطين عليها عفاريت وزي عايزين المشاهدين والحلقه دي اثرت ناس كثيره جدا عندنا في مصر والبنات آه البنات آه لما كانوا بي انا عشان بقول آه سالت ليه السؤال عشان آه توضيح ان الشياطين اول كان بتسمع اسم الصليب كانوا بيترعبوا وبيخافوا في المهم الحلقه الثانيه رام سعيد جابت احد احد الناس المستخدمه المسلمين شيخ يعني وصلى الخمس بنات ومن خلال القران خففهم انا عاوز اسال كان هل في سكه او اسم تاني يخرج الشياطين ولا لا انا عارف ان ده بره الحلقه بس انا عارف حضرتك حد مستخدم وحد رائع جدا وانا بصدق فيك في الروح القدس ان انت حضرتك بتوصل لكل المشاهدين شكرا يا ابو فادي وانتظر الاجابه دلوقتي من الدكتور نبيل اتفضل يا دكتور أنت. هو بيسال سؤالين اه الاولاني السؤال الاولاني دكتور. اذا كان الراجل راجل وحش اناني اه وزاني و... خلي بالك وعندهم دور كتير اه يعني للاسف موجود منهم كتير اه لان يعني احبوا العالم حبه العالم اكثر من المسيح مم. يعني عايش في ضعفات مم. هل مراته تحترم ضعفاته زي ما نتكلم بعد كده أو. يعني ايه مم. يعني تصلي لاجله ما الصلاة لاجله يعني ايه مم. انا بحترم الفتره اللي بيعدي فيها بهذا الضعف مش هتوقف عن الصلاه لاجله ربنا بيقول لي كده مم. ما تسيبهوش مم. اذا غلط وكان متعب حاولي ان انت تصلي لاجله كتير م. القانون مش هيصلحه لو ارجع للقانون مش هيصلحه في مصر الكونسلنج مش مشهور قوي والراجل اللي حاطه مخه ان هو مش عاوز يسمع كلام لاي حد ملوش كبير يعني مش هيستفاد من الكونسلنج يبقى ما فيش عليه غير ربنا اللي ممكن ساعات يلوي دراعه عشان يعرف خلاص نفسه فاحنا دايما نصلي نقول يعني يا رب وات ايفر ات بس خلاص نفسه يعني مهما كان الثمن يا رب بس جوزي يخلص يعني يا رب انا بطلب منك ان انت تعمل اي شيء بس جوزي يخلص يعني يرجع لك تاني هل في امثله كده كل يوم بنشوف امثله للكلام ده ان الزوجه بتصلي لاجل جوزها وجوزها بيرجع تاني بس ممكن يرجع بعد عشر سنين صلاه ما رخيصه مونيكا عشرين سنه بتصلي لاجل اغسطينوس لغايه ما رجع وبقى يعني من الناس بقى اسقف يعني عشان كده بنقول انه الزوجه من دلائل احترامها انها بتصلي من اجل جوزها في كل مواقف مواقف ضعفه ومواقف الكويسه بتاعته صلي لاجله يعني فانا طب جوزي ده اللي ماشي ماشي وحش ومش بيقبل يعني اي كاهن او اي مرشد يكلمه مش قابل اي كونسلنج طب قدامي غير ايه غير ربنا ما فيش غير ربنا مفيش غير ربنا وانا واثقه ان ربنا هيشتغل طالت المده وقصرت التوقيت بتاع ربنا بس الكلام ده بنشوف حالات كتير أوه. من نوعيات دي أوه. بس يلزم لهذه الزوجه يكون في حد اب كاهن يعني او حد يكون مرشد ماشي معاها يعني كل يوم يومين ثلاثه يشجعها انها تستمر أوه. تستمر في الصلاه من اجل جوزها ويشجعها بدون تشجيع حد او ارشاد حد هتقع لوحدها أوه. انا غلبانه هتقع لوحدها هي يعني عليها لكن الكتاب ما قالش احترميه لو هو مش داني يعني الوصيه بتقول احترميه في اي احوال في كل شيء في كل شيء ياما شوفنا رجاله زنا بسبب صلات زوجتهم واهتمامهم بخلاص نفسه أوه. ربنا رجعه يعني حاجه معروفه خالص بحيث بس بس عاوزين نقول لابو فادي ان الاحترام صعب الاحترام صفه صعب زي الغفران ويعني حاجه يعني بتنسى روحها هي وبرده بتطيع الوصيه احنا قلنا في الاول انه المراه ليس من دون الرجل في من الرب أوه. يعني في او انا بشوف انه اغلب الكنائس مليانة خادمات امم ما بس احد خادمات في ما فيش آه. خدام رجاله يعني في خدام بس يعني في نسبة ستات, ستات اه فانا انا كده بره يعني فيعني في ستات حاطين حياتهم مم. تحت رجلين المسيح هنخدمك ونخدم اولادك. مم. فانا بقول اهم من كده انها تخدم جوزها. يعني مثلا تبطل تغسل لجوزها هدومه عشان هو زاني بره لا تستمر يعني بره مش هتبطل. تستمر في خدمه. طب مم. تبطل تعمل اكل في البيت؟ مم. لا تعمل اكل لاولادها وليه؟ هو يجي ياكل. لكن لو كان زاني بره اه بيزني عارف لما متاكد وبيزني مم. ممكن بتصريح من الكنيسه ومن الكاهن أوه. تمتنع عن العلاقه الجسديه عشان ما يجيبلاش امراض لفتره اقول الكلام ده الامتناع غلط بس بتصريح من الكنيسه تبقى عارفه ان الراجل ده ماشي ماشي غلط ويجيب لها بلاوي امراض من بره مم. يعني سكس ديزيز ممكن تيجي حاجات خطيره يعني فلازم تعرف مش انت عايش بره ومزاج بره طب خلاص بس انا هيك قدس الله لا يمسه انسان عايش في النجاسه ده جواه الكلام ده مش هتقوله في وشه لكن بعد ما اتناقش مع واحد كان في الموضوع ده طيب يا دكتور لو هو مصمم ومصر على المشي في الزنا ومش بيتغير يعني خلاص دي حياته كده هو هتفضل برضو مستمرة؟ لا شوفي ال, ال فيه ناس بيزنوا مرة م. ويستمر فيه عشر سنين مع انسانه واحده. مم. وفي واحد بيغير الستات اللي ماشي معاهم كل كام شويه يغير يغير. مم. فده احنا بنسميه لايف ستايل يعني مم. اصبح اذا هو ايوه كده اسلوب حياته, حياته كده نمط حياته ان هو يزني آه. يزني يزني. آه. الكنيسه مقودة بالاباء بتوعها القرى يعني الخمسه الاولى بتقول صحيح من حق المراه تطلب من الكنيسه فسخ هذا الجواز أوه. بسبب الزنا لانه يعني الزنا ده موجه للمسيح شخصيا قبل ما موجه ليه أي هي اللي بياخد هيك قدسه جسده ويجعله اعضاء زانيه يجعله اعضاء زانيه يحطه مع واحد مع الشيطان مم. ف ممكن الست تسامح مم. وتغفر يعني وتصلي هيرجع طب اذا مره في مره في مره في مره ما اقدرش اقول الا حسب حياتها هي يعني انا اعرف حياتها الروحيه انا اعرف زوجات هنا في امريكا اجوازهم بهذا المنظر كل شيء يروح مع ست كل شيء يروح في... يعني وهي ست محترمه جدا مركزها عالي جدا جدا م. وهو برضه مركزه كبير هنا في امريكا فبتقول دايما جمله تقول انا عارفه جوزي كويس قوي انا عامله ايدي كده جوزي زي الحمامه يصير يصير يصير, يصير ويرجع يقف على ايدي تاني يصير, يصير يصير ويرجع تاني تتكلم على أنه هو يعمل يعمل ويرجع لها بيغير يعني هذه الست ما قدمتش في المجلس الكليكي ولا حاجه لان يعني دي طاقتها الروحيه تصلي من اجل جوزها واثقه انه هيرجع في ناس ما اقدرش احط عليهم هذا العيب اقول لهم اذا استمر ان حياته اصبحت لايف ستايل بهذا المنظر من حقك تتفاهمي مع الكاهن بتاعك اللي بيرشدك دول الوضع اصبح حاليا ده كل شويه بيغير 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 ومصر على حياه الزينه بس يا دكتور برضو انا بحس الست دي غلط ازاي تسيب جوزها كده ماشي كده يعني فين الحياه الزوجيه طب يعني تعمل ايه في جوزها اللي مصر يش... بره تمشي وراه وهتعمل ايه يعني هي غلبانه تعمل ايه هتمنعه ازاي انه ينام بره مع الستات هتمنعه ازاي انه يمشي ماشي غلط هي مش هتمنعه هو حر في نفسه بقى لكن آه. هي هتاخد موقف وتستاند فور هير سيلف وتاخد أيوة ما احنا قلنا ايه في حياتها يعني ايوه انا بقول لك اذا كان بتسامح مره واثنين بتغفر يعني اه وده لايف ستايل بتاعه اصبح دي حياته كده نمط حياته كده تروح مع الكاهن بتاعها تقول له اصبح نمط حياته هذا المنظر ايوه انا خايفه العيال أي طبعا ده صوره هيتعلموا منه ده قدوه وحشه جدا جدا اه فالكاهن ياخد رايها يعني يفهم انها انها مش قادره خلاص انها من للكنيسه اذا هي عاوزه يعني م. بس تبقى فاهمه كويس انه بعمل حاجه زي كده هتخش في طلاق لان يعني الكنيسه ما تديش تصريح الا بعد الطلاق طلاق مدني أنا يعني واحد متجوز مدني ومتجوز كنسي كلنا عاملين كده يعني فالكنيسه مش بتدي تصريح حتى وهي لا تصريح طبعا مم. الا ما الاول تاخد طلاق مدني وبعد كده او مصر بيعملوا خلع الوقت ما عمش عاملوه ازاي يعني بس طلاق مدني وبعدين مم. كده بتعمل حاجه تطليق مش طلاق يعني وديها تصريح جواز يعني اوكي اذا هي عاوزه كده اذا هي قادره تعيش مع اولادها بعيد عن جوزها طبعا انا دايما بقول لهم يا شويه تريصه اه قبل ما تخش في القرار ده هتقص تفض خلاص كلها لان انا شفت رجاله ماشيين 10 و11 و12 سنه شفت رجاله طول عمرهم ماشيين ماشي وحش وست اشهر قبل موتهم رجعوا تعبوا جدا جدا ورجعوا ربنا ما كناش عارفين هيموتوا ما كانش عندهم حاجه خالص مم. فالواحد بيشوف مين هيقدر يستمر مم. يصلي لاجل شريك حياته اطول فتره ممكنه والستات اللي بي... بطريقة ديت هما يعني مش ملزمين ممكن يعيشوا قوي وعندهم دخل كل حاجة لكن هل تستحمل؟ تستحمل ايه؟ تستحمل الصلاة لأجله باستمرار؟ أنا عارف إن ده ضعيف لو كان ده مش ضعيف أصلا ما كانش الشيطان ضحك عليه ضعيف روحيا يعني ف بتختلف كل حالة عن حالة ما هو عشان كده في تدرج كتير في خضوع المرأة للرجل وأسئلة كتير بتيجي في الحاجات دي, دي. يعني ملهاش دعوة الخضوع أو الاحترام بموضوع أنه ده موضوع أخر ده, ده حاجات موضوع الروحية طب. يعني طب أبو فادي سأل سؤال تاني أنا مش عارفة هي مين اللي بتعمل البرنامج دي أسامي أنا مش عارفاها احنا عارفين أوه. إن الشياطين بتهاب اسم الرب يسوع المسيح لا تستطيع أن تحتمل مم. الصليب اللي هو علامة الانتصار لأنه الشيطان سقط كالبرق مم. والمسيح على الصليب مم. ومن يوم من يوم الصلب احنا ان الشيطان مقيد اه سلطه على اراد الله يوقعهم غصب عنه اه ف يعني معروف ان انا لما اقول باسم الرب يسوع المسيح بسلطان لاهوته وقوه دمه اللي سفك من اجل على الصليب ليس لك سلطان علي اه طبعا ما حدش يحاول ابدا مم. يقرب من الشياطين أو يعني يحاول يخرج شياطين وهو أصلا لم يعطى له هذه الموهبة. هو بيقول إن خرجت شياطين أنا هترجع تاني. أنا أنا فاهم أنا مش بناقش هذا الشيخ عمل إيه. أو. لأنه يعني بتيجي ناس حالات تقول لي إيه؟ واحدة تكون متعلمة جدا جدا. أو. تقول لي أنا آه واحد قال لي إن أنا مش عارف مربوطة. أو. مربوطة بإيه بنتي؟ يعني قيود لا مربوطه واحد قال لي مربوطه بمش عارف جنه ارضي ولا كان اي كلام يعني احنا بالنسبه ده اي كلام احنا احنا يعني وإن كنا في الجسد نحارب لكن احنا اسلحتنا بالله قادره على هدم حصون هدم حصون, حصون. اه هدم حصون يعني الشيطان يحط حصن حوالينا بقيود يعني باسم الرب يسوع يتكسر اه فده اللي احنا عارفينه كويس مم. الشياطين تهاب انا ما اعرفش دول كان عليهم حاجه ولا لا انا ما اعرفش ده برنامج تلفزيوني ولا برنامج ما عنديش برنامج فكره برنامج تلفزيوني ها. ممكن يكون عليهم اي حاجه يعني عليهم اي شيء لكن هاي الشياطين صح هتخرج يعني شياطين هتخرج بشياطين تانية ده مملكه ما تخصمش على ذاتها لا بس مش برضو كان في حاجات كده ان السحر والشعوذه بتخرج حاجات وبترجع اسوأ من الاول الشخص بيشفوا وقرينا حاجات كده كانت كلام مكتوب كده من كام سنه ان السؤال بتاع الاخ الفادي بيقول هل هل في قوه اخرى غير قوه الرب يسوع المسيح 37 شياطين لا ما فيش دائما احنا كده اه بس بقول ما حدش يتطوع ان هو تو كاست او يعني خارج شياطين وهو لم يعطى هذه الموهبه دي موهبه ولا اعطى لكل التلاميذ وان التلاميذ تلميز. لكن إخراج الشياطين دي موهبة م. موهبة بتعطى الإنسان م. مش كل واحد مش كل كان حتقدر يعملها لازم في ناس معينين لما بيصلوا بيبقى عندهم الله بيديهم قدرة على إخراج الشياطين م. ده في جميع الكنائس جميع الكنائس المسيحية كده موجود وبنصح محدش يتصدر لحاجة زي كده إذا كان ماشي في أي خطية أي خطية لأن الشيطان يعرف أن أنا ماشي في أي خطية أيا كانت الخطية دي يبقى لي سلطان علي. لأن أنا ماشي تبعه أنا دابع الخطية خطية فالإنسان اللي هو الله مديه هذه الموهبة يجب أن يكون بلا لوم أمام المسيح عايش كما يحق الإنجيل المسيح والله بيستخدمه في حاجة زي كده بالظبط فدي حاجة خطيرة ما ما يتعرض لا يتصدى أوه. ليها أوه. الا اذا كان فعلا انسان عايش كما يحق الإنجيل المسيح والله اداله هذه الموهبه موهبه اخراج الشياطين ده اللي احنا اتعلمناه اتعلمناه من ابائنا وكيسه ماشية عليه أوه. ففي ناس عندهم أوه. موهبه شفاء موهبة دي مواهب مختلفه أوه. مش اي واحد بيصلي بيشفى الانسان يعني وطبعا اعظمهن المحبه الله لان اعظم كل هذه المواهب المحبه بالظبط عشان بس احنا ما يستكبرش ويحس ان هو بيخرج شياطين ده ده اسم الرب يسوع المسيح اللي بيخرج الشياطين <applause> <applause> يعني لاهوته له... و... ودمه واسمه وال... هو اللي بيخرج الشياطين احنا ده مش عارفه لسه ابو فادي معانا احنا بنشكرك و... وارجو ان الاجابه تكون لا بس يمكن بيتفرج علينا نشكرك و... وارجو الاجابه تكون وصلت يبقى احنا بنتكلم على خضوع المراه في كل شيء يعني احترام يعني زوجها في كل مواقف زي ما نتكلم في مواقف ضعفه في مواقف نجاحه في مواقف انجازاته تحترمه طيب احنا عايزين نعرف تحترمه في ايه بالضبط بقى يعني ممكن نتكلم في كده يعني انا عندي لسته في حاجات انها تحترموا فيها وزي ما ابتدينا وقلنا نحب ناخد فاصل شويه ناخد بريك شويه أه أه. وبعدين نرجع تاني بعد كده تحبي حاضر, حاضر. <applause> 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 عايزه المشاهدين نطلع فاصل صغير ونرجع ليكم واحنا بنتكلم عن اركان الصداقه بين الزوج والزوج نفسي احكي قصه وفاء عظيمه الوفاء اللي ربما اندثر دلوقتي على الارض قصه رعوس المؤذيه دي شابه لطيفه عاديه في سفر رعوس كل حكايتها رعوس كانت زوجة امينه وترملت داقت مراره الفراق وتحملت وكان ليها حما اسمها نعمه من بيت لحم يهوذا وليها سلفه اسمها عرفه هي كمان فقدت زوجها وترملت أما نعمة الحمى ففقدت زوجها وولادها الاتنين فأذنت لرعوس وعرفة كان يسيبوها ويرجعوا لأهلهم وألحت عليهم فبكوا هما الاتنين بمرارة عرفة قبلت حماتها ورجعت لشعبها لكن رعوس رفضت تسيبها ولصقت بيها زي ما بيقول الكتاب حاولت نعمة تمشي رعوس وقالت لها زي ما رجعت سلفتك لشعبها ارجعي انت وراها ابدا ابدا ما رضيتش شرعوس تسيب حماتها وصممت تروح معاها وكان الوفاء العجيب والحب النادر هو منهج رعوس الفريد حتى ان وفائها وامانتها مع حماتها خلاها تستحق كل الاكرام على الارض وكمان يجي من نسلها الجميل تعالوا نرجع للفضيلة العظيمة دي وفقنا البعض ولكل البشر وتأكدوا الله مش ممكن ينسى عمل وفاء لحد حتى لأعدائنا يا رب يا رب من فضلك رجع لقلوبنا الوفاء لكل ذي جسد حتى اللي اتغيروا من جهتنا وبقوا أعداء إكراما لحبك وعمل الفداء تعالوا نسمع ونتعلم من كلمات رؤوس لحمتها وإصرارها على عدم التخلي عنها رجعنا لكم بعد الفاصل بعد الترنيمة الجميلة دي وبنكمل حلقة المرأة صديقة زوجها وإحنا لسه في الاحترام تحبي تقول حاجة؟ أول دي. حاجة من أركان الصداقة هي الاحترام أوه. فأنا عارفة أنتي محضرة الاحترام نقط كتير قوي أوه. فأحترم إيه وأحترم. في أحترم. حياتي قولي لنا كده النقط إيه كده أحترم إيه؟ أحترم إيه؟ وناخد يعني واحدة واحدة فيهم طيب أول حاجة أنا بحترم قيادته. مم. يعني ده بحترم رأي ربنا في طاعة الوصية إن هو قائد الأسرة. ومنجزاته إيه اللي بيعمله؟ إمكانياته الجسدية والروحية والعقلية والنفسية والعاطفية والاجتماعية والجنسية. كل دي أنا بحترمه. أقولهم كلهم اللي عندي؟ كمية ضعافاته احترم ضعفاته زي ما كنا بنتكلم. احتياجاته مش يعني ما اهتمش بيها احترمها خصوصياته يعني حياته الخاصه اديله سبيس انه يتحرك فيه مش ابقى طابقه عليه كده على طول. يا اصحابه يعني. و يعني ممكن يعمل اي حاجه يخرج في مع في صحابه فيما في ما لا يكون يخالف ربنا. اه أيه. بالظبط. <applause> احترم ارائه ايوه عنده حريه شخصيه مه. احترم ممتلكاته مه. اي حاجه ليه في البيت مه. عمله و... وفي الاخر اسرته مش عشان دي الاخر لا دي اهم حاجه نمره واحد دي الحاجات اللي أغلب انا المشاكل. ده في الاحترام اغلب المشاكل ان الزوجه خلقتها مع حماتها مع حماها مه. مع اخوات جوزها مش بتحترمهم مه. ان بينهم دايما تقول هم الصم وهم وهم اه احنا خدنا قصه رعوث دلوقتي ايوه يعني جوزها مات مم. يعني هي حره تسيب نعمه حماتها اه يعني ما حدش يقول لها ابدا اي حاجه لا وسلفتها عملت كده اه لكن ازاي تمسك رعوث بحب واحترام اسلوب حياه حماتها ومش مش هيفصلني عني غير الموت وهي من شعب تاني ومن أوه؟ دين تاني صحيح. أنا قصدي قصدنا عشان يعرفهم أوه. إن إزاي احترام أسرة الزوج حتى بعد موت الزوج. فأنتِ حضرتك حالي قلتي حالياً عشر نقط تقريباً. أيوه. الاحترام. أي. احترام قيادته إحنا اتكلمنا إنه الرجل رب الأسرة أو قائد الأسرة أي. في حلقة مخصصة حاجة زي كده أوه. يعني. يعني أحترم قيادته؟ يعني ما سفهش من في قيادته قدام العيال. ما نزلش من مقامه دي قياده فاشله واحنا بنتكلم على القياده في الاسره قلنا ان في حاجه اسمها ليدر وكوليدر يعني قياده مشتركه أوه. الراجل ومراته الاثنين بيقودوا بس م. القائد اللي ربنا حطه عشان يقود الاسره روحيا هو الرجل فانا بحترم اصلا اسلوب قيادته طب لو عمل حاجه غلط بيني وبين لوحدنا مش قدام نت... الولاد مش قدام الولاد نتناقش والاسلوب بتاع المناقشه يكون فيه يعني نوع من الاحترام انا مش عاوز اقارن السيدات بتوعنا بناتنا بالأ... بالبنات الاسيويات أوه. الاسيويات م. لما الصين اليابان آه, كوريا فيتنام عندهم تقاليد غريبه جدا هم اغلبهم مش مسيحيين اه تقاليدهم الاحترام الكامل للراجل يعني يحطوا ايديهم ويسجدوا قدام الراجل اه يقلعوه جزمه والشراب يطبعوا عليه يساعدوه فبطريقه بتستهوي الشباب بتاعنا مم. يحبهم يعني البنت دي عبادتها ابو زي لكن يحبهم التقاليد بتاعتهم طب التقاليد ده مبني عايشين عليها اصلا مش بسبب المسيح ولا الوصايا بتاعته بس بينفذوها بسبب العبادات بتاعتهم انا قصدي كم وكم احنا م. المسيح امرنا نعمل حاجه زي كده واحنا اغلبنا فرعنا م. ست او راجل بعضنا بيتفرعن يعني م. ويتكلم يقول ايه ايه الكلام ده يعني ايه انا اخضع عليه في كل شيء اخضع عليه يعني احترمه إذا كان ناس تانيين مش مسيحيين بيحترموا جوازهم ويفضلوا معاهم ولو حبوا يعني يدوا آراء يدوا حاجة بيعرفوا يتصرفوا إزاي بحيث الراجل يحس إن مراته دي رافعاه لفوق حاسس إن مراته رفعه باحترامها لدرجة كبيرة خالص زي ما كانت بتعمل المرأة الفاضلة بتاع أمثلة 31 فيعني بستغرب إن تقاليد غير مسيحية لبعض الناس تفوق تمارس افضل مم. من ناحيه المولودين فيها كمسيحيين ومسيح بيقول لنا ايه تخضع يقولها في كل شيء تحترمه في كل شيء من ضمن المعاني بتاعت الخضوع حاجه احنا بنسميها بريدجنج يعني البريدج اللي الكوبري الكوبري ده دايما عباره عن ايه؟ عباره عن حته تلابس سمنت كده عربية ماشية عليها من فوق والجمال كله من فوق منظر الكوبري والانوار اللي عليه وبتاع بس الكوبري ده فيه دعامات خرسانية شيلاء تحتيه الميه غمرها مش باينة لكن لو اتشالت الاعمده الخرسانية ديت الكوبري يقع فمن ضمن التعريفات للخضوع جيت اندر ان سبورت يعني يعني, يعني ايه يعني انزل تحت اختفي في الميه ام. عشان تسند الكوبري طب اللي بياخد المدح دايما الكوبري حته الاسمنت اللي ماشي اوه. عليها العربيات اللي تحت طب دي سبميت بالظبط يعني ايوه ما هي انزل تحت المعاني اوه. في التواضع تواضع الخضوع ممكن يكون معنى التواضع اوه. لكن انا اختفي ام. بس سنده جوزي المدح يجي لجوزي وأنا ما يهمنيش بس أنا سنداه وأنا عارفه كويس ربنا موصين على كده الناس نتجوزي حتى لو الناس ما بدح... مدحونيش ما ومش شايفين بعمل إيه فالكلام ده بيبقى في الخفاء بيني وبين جوزي زي ما العمود ده مخفف في الميه والناس في الآخر هيجيبوا المدح لجوزي فدي حاجه تفرح قلبي هيرجع الاثنين اه تفرح قلبي إن الناس أن أنا ربنا يساعدني إن أخلي زوجي قدام الناس يجلس بين المشايخ عند الأبواب. أوه. يعني كل الستات تنزل كده تحت؟ الست، لا الست اللي اللي هي أوبينيتد اللي دايما تعافر أوه. وتعند وتقول رأيها وتصمم عليه هم. البيت هيتخرب ومش ماشية بحسب خطة ربنا هم. يكون لها رأي أه بس ما يكونش هي رأيها أنا أعترض أنا أختلف مم. على طول يعني مبدأ كده على طول جزء حاجة تختلف معاه أوه. مش ده وصية ربنا خالف ف كان زمان ماجيش يشتغل عليها أنا معترض دي حاجة يعني مثلا <تصفيق> <تصفيق> فبتكلم إنه أنا بحترم قيادته قيادته الأسرة طيب. وفي السر بيني وبينه ممكن يتكلم إذا في أي حاجة مم. الحاجة الثانية بتقولي منجزاته اه إللي بيعمله مم. يعني كل حاجة بيعملها يعني الراجل مثلا نجح في شيء معين أي حاجة تعتبر إنجازات لي يجب أن أنا أحترم منجزاته يعني إيه؟ يعني أمدحه عليها م. أفكره إذا جه في وقت تعب وعم كان بيعمل إنجازات حلوة قبل كده أقول له أنت ربنا اشتغل معاك وحصلت على كذا وكذا وكذا ربنا يبارك فترة وتعدي الزوجة دورها طبيعي كده م. إنها صديقة جوز يعني إيه يعني تسنده اذا حاسس وقت ضعف وتحترم إنجز... منجزات يعني ايه مش تحط داون منجزات يعني مش مش تحط إيه يعني قدر. اللي انت عملته ده ولا كده اه يعني, 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 ما اي حد ممكن يعمله ايه يعني يعمل... تعمل ايه يعني اه الراجل يكون تعبان وشقيان اه عشان يوصل الى شيء وتقول له ايه يعني غيرك برضه بيعمل حاجات كده أوه. فالاحترام احترام قيادته ومنجزاته ثم امكانياته بعد حضرتك قلت امكانياته عديت لنا كذا حاجه اه جسديه إذا هو مش إمكانيات جسدية والروحية والعقلية والنفسية والنفسية والعاطفية والاجتماعية والجنسية طب كل... نفرض الراجل م. انشال امم جاله بعد الشر شاي خلاص ربنا صاحبي بكده قاعد على ويل شير هتعمل ايه؟ ينزل من نظرها؟ لا مش المفروض ابدا لا يعني انا انا شفت واحدة ايطاليان جمال غير عادي م. لما حبت تتجوز حبت واحد قاعد على ويل شير شخصيته حلوه جدا م. عنده شركه ناجحه جدا م. وهو قاعد على ويل شير المقعد المتحرك. م. م. وكان تمشي معاه بعد ما اتجوزته طبعا كل قالت مجنونه تجوز واحد زي هذا المنظر طب هتخليه ازاي؟ طب هتعملي ايه؟ اتجوزته وفرحانه بيه بقت هي بتزق الويل شير بتاعه م. وتمشي في كل حتة وفخورة بيه مم. فالراجل طبعا نجاحه ازداد وهي اصلا فخورة بيه مم. مع انه هو انسان مقعد على على كرسي متحرك مم. فالضعفات الجسدية مم. اي مرض جسدي اي ضعف أي جسدي حاجة. أح... يعني انا احترم ان الراجل ده عنده في جسده شيء معين تعبه أخ... انا اخليه يعلو فوق مستوى التعب ده الاحترام ان انا يعلو بربنا فوق مستوى التعب الجسدي الحياه الروحيه احترم حياته الروحيه ما ما حاولش اذا انا حتى كنت بعرف ربنا أوه. في نظري نفسي اكتر منه أوه. ده غلط طبعا أوه. ان انا اقول انا احسن منه حش دي ولا واحد لا. ابدا أكتب. احسن من واحد روحيا يعني لا. لكن لو هي شايفاه بيعمل اعمال غريبه خالص أوه. في نظرها طب احترم روح ازاي؟ بصلي لاجله أقول يا رب ارجوك انت ابنك يبقى بحول احترامي الى صلاه من اجله لما اتقال في الاول بالسؤال بتاع ابو فادي ده يعني طب واحد عقله درس اي حاجه وناجح جدا في في البيزنس بتاعه ما خدش بكالوريوس وهي واخده ماجستير تعمل ايه؟ تتعالى عليه يعني؟ لا طب ايوه انا في حالات شفتها كده اه متعاليه جدا على جوزها مع ان جوزها الوحيد اللي بيجيب فلوس مم. البيت عنده بيزنس في يدير البيزنس كويس بتاعه مم. مم. وناجح قوي في الكلام ده كله اه هو اللي بياكلها بياكل عياله اه هو اللي مصدر اللي بيجيب تتعالى عليه عشان ياخد مش عارف ماجستير في ايه؟ لا ايه يعني لا, لا. حتى الدكتوراه حتى يعني ولا دكتور حتى معنا مكالمة دكتور نبيل اللي ناخدها ونكمل أبو مهند من الأردن أهلاً بك يا أبو مهند تفضل صباح الخير أهلاً بك صباح الخير صباح الخير تحية <applause> محبة للأخت سهير حنا والدكتور نبيل باقي شكراً آه، آه. في البداية امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ هكذا هي زوجتي. شريكتي. شريكة حياتي وصديقتي. وأبي وأمي وأخي وأختي وكل شيء لي في العائلة. هذه هي الزوجة الفاضلة. دكتور أريد أن أتكلم معك خارج البرنامج. اذا ممكن اذا سمحت لي بذلك لان لدي استشاره للاسره اذا اذا سمح وقتك بذلك طب إيه يعني ممكن سيب نمرتك في الكنترول اذا عندك ماجيك جاك سيب النمره بتاعته في الكنترول لا في التلفون التليفون معطل عندي او التليفون بتاعك نشوف يعني ما أه موجود هي في الكنترول يعني تبعون الكنترول بيعرفوه. اوكي هبقى اسالهم عليه حاضر على اذا ال... اذا امكن اذا امكن ذلك يعني هحاول أحاول أنا, انا كنت مسافر عزيزي. كنت مسافر لفتره فعندي مكالمات يعني ملاش عدد مستنياني يعني لكن انا بقول لحضرتك انا اعتز جدا بشهادتك لامراتك ان تحترمها وتحترم صداقتها حتى لو كانت مريضة حتى لو كان في أي شيء فده يعني أعتز بالشهادة لإنسان فخور بزوجته حتى لو كان عندها أي مرض ربنا يشفيها وربنا يزود المحبة والاحترام بينكم هحاول أرد عليك يا أبو مهند إن شاء الله من أخذ النمرة من كنترول بنشكرك يا أبو مهند فعلا ربنا يبارك حياتك و ويكتر كده هو من امثالك اللي يحبوا يتكلموا عن زوجتهم بكل الكلام الطيب ده. شكرا. ف... احنا لسه في امكانياته. اه امكانياته ام. امكانياته قلتي الحركة الجسديه اه والروحيه والعقليه والروحية. العقليه ام. العقليه ما استخفش بعقل جوزي اذا كان مش واخد ماجستير. لا عيب لا. عيب احترم نجاحه في البيزنس بتاعه. طبعاً. نجح نجاح في حياته أوه. يعني مش لازم خالص انت اولا سمحتي انت تتجوزي واحد مم. على اخر سنه ما كملش مثلا بكالوريوس. بس نجح جدا جدا في حياته يعني اذا كنت اصلا ناويه تتمنظري عليه ما تحترمهوش اصلا ما تتجوزوش ف فال... يعني في ناس حاسين عقليا احنا انبه من جوازنا فليكن ربنا عندك هذا الكلام مم. بس احترمي عقليه جوزة هو اه ما تحطيش فيها ما تنزلهاش تحت يعني ال الامور النفسيه العاطفيه الجسديه الاجتماعيه ال الاجتماعيه اذا هو مش اجتماعي او آه. آه. انسان عاطفي قوي زياده اه عاطفي زياده مم. بعض ستات يحتقروا الناس اللي كلهم عاطفه كده يعني مع ان مطلوب يعمل يعني كده وناجح في حياته لكن انسان عاطفي تمراته مراته انا في بيت ناشف أوه. لا تحترم عاطفته يعني دا دا لا جبت لكك بقى <تصفيق> <تصفيق> يعني لا ده في ناس طلقهم اه طلقوا مش عاطفيين وهم ناجحين جدا في شغلهم يعني حسب الواحد تربط يعني من بيت ناشف من بالنسبه لها ده ضعف الراجل بيكون عاطفي يبقى ضعف يعني ربنا يسر علينا ربنا يعني. يرحم الأمور العاطفية، الأمور النفسية، الأمور الاجتماعية ممكن يكون في فروق بينا بس يجب أحترم إمكانياته وأحترم عدم إمكانياته حاجات يعني يعني زي الإمكانيات الجنسية لو مثلا كبر في السن ولا ضعف القوة الجنسية دي ما تخليهاش ما تحترموش لا تقلل من رجولته لا إطلاقا مم. لا ده احنا هنتكلم عن الرجوله قبل كده أوه. بطريقه كبيره جميل. قوي دي مش دليل رجوله حتى آه؟ يعني طب ما يعني سوري احنا قلنا انه يعني الحيوانات ممكن عندها, عندها, قوه قوه, قوة جنسيه اكتر من الراجل يعني مش فقصد اقول لازم الواحد يبص انا بحترم امكانيات جوزي او عدم امكانياته أوه. وبالتالي هحترم ضعفاته ضعفاته زي ما كنت بتتكلم آه. وفي ناس شايفه ان دي صعبه <applause> لازم لازم احترم ما دام انا وجوز اصبحنا جسد واحد أوه. فكر واحد وروح أوه. واحده وعاطفه واحده وجسد أوه. واحد ربنا عملنا زيزو بعد الاثنين بجسد واحد أوه. يجب طب مراتي عيانه جوزي عيان اعرف واحده جوز قعد 15 سنه مشلول وهي اللي بترعاه وبت... وهي بترعاه وقاعده جيب... معاه وبتحترمه جدا جدا آه. وتاخد رايه وتتكلم معاه كل حاجه دي وفاء وصداقه فعلا حقيقيه ف... طيب. يعني ال... يعني الضعفات مش و... مش حاجه عشان انا أ... انزل جوزي بسببها مم. لان كلنا عندنا ضعفات أو. فلازم احترم جوزي حتى في ضعفاته ما اقدرش ان انا اتريق عليه أ... ألسن عليه أقلب العيال عليه مم. يعني ده ده كلام بيحصل جوزي عنده احتياجات أوه. هل أحترم ووفيها احتياجاته هو المفروض هذا نوع الاحترام طبعا إن هو في احتياجاته ده بس هو ما وفاش احتياجاتي الأول مش لا الكتاب ما قالش كده أنا ب... ب... بوفي احتياجاته أوه. قبل احتياجاتي مم. الزوجة بتعمل كده معناها الاحترام قلتي بعد كده الخصوصيات يعني الخصوصيات حياته الخاصه اللي هي حريته الخاصه اه يعني في واحد راجل نفسه يخرج مع اصحابه خروج بريء ساعه ولا حاجه ويرجعوا يعني اه يروحوا يلعبوا رياضه أوه. يعني الراجل احنا هي مثلا مراته عارفه انه بيروحوا الجيم يلعبوا مع بعض ويرجعوا يوم معين في اسبوع أوه. طب ما دي الحريه يعمل حاجه زي كده ومش هل... لازم هي اللي تختار اصحابه قصدي مش ابقى يعني خناق أك... عليه اخنق حريته لا غلط لا ما دام ما بيعملش حاجه مخالفه لربنا وهو بيسيبها يعني كمان تخرج لو عاوزه تعمل حاجه مع اصحابها مش يعني... عاوزه تعمل شعرها تعمل ضوافرها تعمل اي حاجه سايب لها وقت خاص بيها في حاجات وقت ليها هي اه ف... اراؤه بقى اراؤه حتى لو غلط احترم راي شريك حياتي اتمثل بقول ببعض الناس مم. اللي اصلا مش مسيحيين. تلاقي الست من دول تقترح لجوزها راي معين بحس واطي كده تقترح. وتسيبه يلعب في مخه الراي ده. وبعدين يقول لها تاني يوم ده انا انا بالليل فكرت حسيت انا ليا راي معين كذا كذا هو اصلا رايها هي. مم. عمرها ما تقول له ما قلت لك الكلام ده امبارح. لا. هي هو ده الاحترام بقى لا واحده مصريه اه ايه يعني جبت حاجه جديده من ما ده الكلام ده كلامي انا طب إيه دكتور أنا نبيل في مكالمه دكتور عماد من مصر سلام المسيح ليكم جميعا وكل سنه وانتم طيبين كل سنه وانت طيب اهلا بيك دكتور عماد اهلا بيك اهلا بيك دكتور بشكر الرب دكتور واستاذه تريز على على بالفعل على 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 هذا البرنامج الرائع الحقيقه اللي متخصص جدا والبرامج المتخصصه اللي كان الحقيقه جلوبالي الناس كلها محتاجه ليها. الحقيقه اسمحوا لي بمداخله بسيطه من خلال تجربتي مع كثيرات الحقيقه كنت اضطر ابكي لغن من اجل ان الواحدة فعلا تراعي ربنا في جوزها. بدرجه انه كثيرات يعني يعني كنا يتاثرنا ببكائي اكثر ما يتاثرنا بالوصيه. في حقيقة الأمر لأني لأني بالفعل بالفعل كثيرات اسمحوا لي في مصر أصبحنا يعني بالفعل متبترات وأصبحنا بالفعل يعني يعني يعني, يعني غير طائعات للوصية فعلا سالبات الحقيقة الحقيقة يعني 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 من فضلكم يعني نرجو ان نعلم جميعا ان السيده او الدكتور يمكن يشاركني في هذا الراي الست قويه في كل حاجه باستثناء القصه العضليه الملاش لازمه دي قوية في حيالها، قوية في جيناتها، قوية في سلامة من أمراض، قوية في حاجات كثيرة. فدعونا نتبنى فكرة أن السيدة لابد انها انها بالفعل تشعر زي ما كنت بتقوله من لحظه واحده انه تستطيع ان تسيطر وتؤثر ولكن باستكانتها وضعفها. دعونا بالفعل نؤمن ايمان راسخ ان تستطيع زي ما كان الدكتور من دلوقتي بيقول هي إيه ممكن تطرح الفكره وتاني يوم تلاقي هو بينفذها لها وهي تكون سعيده جدا جدا بهذا. نداء لكل السيدات من فضلكن في إطاعة كل الوصية فأنتم قويات في إطاعتكم للوصية الوصية وإن كنت صبتت زي ما كنتوا بتقول على البريجينج من شوية ولكن أنتم قويات جدا 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 المسيح يا جماعة علمنا أن السلطان والقوة في غسل الأرجل وليس في يعني كان يستطيع وهو الإله أن يسيطر ويكون مسيطرا ولكن بدأ خدمته بالسبشن وبالتواضع وبغسل الأرجل ندائي <applause> إلى الـ إلى الـ إلى إلى حواء إلى حواء بصفة عامة من فضلك من فضلك من فضلك طيع الوصية ولا سيما وصية الخضوع متمسكة بتواضعك ستربحي كل شيء تربحي زوجك تربحي حياتك الاسريه، تربحي ابديتك. مظبوط. ابديتك. بالفعل يا جماعه من فضلكم من فضلكم. لازم نعرف اه انه انه الكتاب يقول عن النساء ان عندنا اناء ضعيف، ولكن اناء انا ارى أنا آه بعد اذنكم إن عندنا ضعيفات ظاهريا. ولكن انت تعرف يا دكتور انه في امراض بتبقى محمله على الوعي 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 Yes. ولا تصيب ولا تصيب الاكس خالص. ايوه. فبالعكس يعني لابد كمان نقول ان الرجاله يعني كان ومخلوقات صدقوني بسيطه جدا وتستطيع بالفعل ان تلتزموها يا جماعه من فضلكم يا معشر حواء من فضلكم انا ب... يعني سامحوني يعني تستطيعوا ان بالفعل ان ان تطيعوا الوصيه وان تكسبوا الرجال وان تكسبوا الاسره وفي نفس الوقت تكسبوا الابديه العقل بيقول كده يعني حتى بعيدا عن الفكر والروح والدين العقل بيقول كده وعشان كده الحقيقه اعرف سيدات فضليات كثيرات يأثرن ازواجهن يأثرن فعلا فعلا يأثرهم, يأثرهم فعلا من خلال تواضعهن ومن خلال يا سيدي التاريخ يقول ان السيدات بدايه من حواء غيرت مجرى التاريخ وخذ بذلك كثيرات كلو... بداية من حواء إلى كيلوباترا إلى إلى زوجة نابليون الذي ترك الحملة الفرنسية في مصر بادعاء وجود مشاكل وكانت المشكلة مشكلة عائلية كما نعرف وكما التاريخ الحقيقي يقول. دعنا نعرف يا معشر الستات أن كن قويات قويات وتستطيع أن تكسب للرجال بعقول من فضلكم نشكرك يا دكتور <applause> عماد بنشكرك خالص للنداء <applause> ده نشكرك لمجاملتك للبرنامج شكرا هو بيتكلم على ان النساء قويات مطوع ان قويات بدليل بعمرك اكثر من الرجال هو بيتكلم هو دكتور بيعرف يعني يعمل كده يعني, يعني الرجاله دايما بتأثر في عمرهم بدري يعني <applause> والست بتكمل اه أوه. وفيه وفي امراض معينه ما تجيش لهمش أوه. قبل سن 45 50 ممنوع يعني قلب وبتاع ما يجي لهمش وربنا قصد كده ليه؟ أوه. عشان عليهم دور معين في الاسره عليهم دور احنا بنتكلم حاليا على احترام الزوجه لجوزها الاحترام ده م. نوع من اللي بنسميه الخضوع اه بنسميه تواضع بنسميه طاعه بنسميه مسانده م. يعني كل ده مسميات فاحنا وصلنا لاحترام رايه وكنت بشرح ازاي انا ادي له فكره أوه. هو يتبناها او امدحه امدحه على فكرته أوه. مش اقول له ما هي بتاعتي انا يعني لا فدي مش... احترام رايه يعني. واحترام خصوصيات قلنا يعني عنده حاجات عاوز خاصة يعني يعملها, يعمل يعملها لوحده اه ممكن يعمل. يعني دكتور نبيل هنقف عند كده هناخد فاصل صغير تاني وبعدين نرجع لكم نقطة في الاحترام احبائنا المشاهدين هنطلع فاصل صغير ونرجع ليكم نكمل نفس الموضوع الزوجه صديقه جوزها انتظرونا اهلا بجميع المشاهدين مره تانيه رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل موضوعنا المرأه صديقه زوجها واحنا كل ده لسه في اول ركن من اركان الصداقه اللي هو الاحترام وفي اركان تاني دلوقتي هنتكلم فيها وزي ما كلمنا الدكتور نبيل في الاول المحبه والخضوع اساسيين طاعه الوصيه اساسيه جدا في الزواج المسيحي حتى ما يبقى الزوج صديق والزوجه صديقه ليه. أبي دكتور نبيل احنا في في الاحترام وصلنا لارائه ارائه ما سفهش اراء ما يعني ما احتقرش ارائه اديله هو ده حقه في رايه ممكن اتناقش معاه أوه. بس في ادب وتواضع مم. ما مقدرش اسفه بتاعته وانت تفهمش الالفاظ دي انت تطلع الايام دي زي ما كان بيقول الدكتور يعني اه مداخله فلازم نحترس جداً جداً حتى لو رأي شافه غلط أتناقش معاه في هدوء <ممم> يعني دايماً مثل بجيبه واحد راجل يقول لمراته أنا خلاص دكتور قال أنا قررت من بكرة الصبح أبيع العيادة والبيت واخدك أنت والعيال ونعمل لف حول ون العالم <مم> نتفسح شوية ولما نيجي نعمل تاني فالسته يعني ايه كل حاجه تتخرب فايه طب ممكن نصلي ثلاث ايام نصلي ثلاث ايام ديت قالت له ما كانش فيها نصلي لغايه <applause> ما ربنا يرشدنا يعني راي كان غريب بالنسبه لها فصل يوم اثنين ثلاثه ربنا ارشده وهداه انه لا لكن المعارضه اقول له انت ما بتفهمش انت هتخرب تت بيتنا تعمل ايه تخرب البيت وتورث اه فاصبح حاليا طب تيجي نصلي معناها ايه أنا مش مقتنع قوي بالرأي أوه. بس نسيبه لربنا عشان يرشدنا يعني. ده دي فكرة حلوة آه. جدا آه الممتلكات. احترم ممتلكاته يعني إيه؟ في بعض الرجالة عندهم مكتبة ثمينة جداً مم. فخورين بمكتبتهم. مم. واحد فخور مثلاً بمجموعة سي دي موسيقى سيمفونيات فخور بالكولكشن بتاعه. مم. في واحد فخور مثلاً عنده ممتلكات خاصة بيفتخر بيها فرحان بيها. مم. انا ما ادمرش ممتلكاته ما يصحش ان انا اروح كتب مثلا بعترها له لان هو دقيق جدا بيحاسب على حاجته مم. انا اوضب له الحاجه دي انضفها ارتبها هو انضفها هي يعني بترتيبها بتاعتها مم. عنده سيديز مم. او فعلا دي حلوه ما يعني ما تهبلش زي واحده ست اتغاضب من جوزها وقالت له أنت عامل نفسك هادي كده وما بتغضبش أبدا يعني طب أنا لو كسرت لك كل السيريز بتاعتك تعمل إيه؟ كان كوليكشن غير عادي عنده قال لها ليه؟ كان بهدوء ليه؟ ليه عاوز تعملي كده؟ قالت له أنت عامل نفسك ما بتنرفزش بس أنا هوريك أنت ممكن تتنرفز شوف الاحترام هنا فين يعني؟ ده احترام وجابت كل السيز كلها ونطت عليهم بجزمة بكعب عالي فشتهم كلهم فبص لها كده ايه ايه اللي جرى؟ إيه, ايه اللي حصل لك يعني؟ فساعات المرأة تتمادى في عدم احترام جوزها مم. واحترام ممتلكاته دي حاجة خاصة بتاعته. مم. نفس الشيء لو واحد مثلا معتز ببدلة معينة مم. أحاول أن أنظفها له دي دراية كلين تتنظف وأعمل كده يعني. معتز بجاكيت مخصوص ما حاجة. واحد برة مرض ضايقته بالطريقة دي خد مقص وقص كل دمه عشان ما احترمتش جاكتته؟ عشان ما احترمش ممتلكاته فراح يقطع لها هدوم لا ده الاثنين محتاجين تاني طبعا غلطان غلطان طبعا ده عدم احترام لها برضه بس قصدي ساعات انا ممكن اغيظ جوزي بعدم احترامي لحاجته اخر حاجتين في الاحترام العمل والاسره مهمين بقى. جدا أوه عمله شغله احترم عمله حتى لو كان يبدو ليا انه مش حاجه مهمه قوي واحد بيشتغل درايفر اه وبياكل عيلته حلو قوي قوي وبيشتغل درايفر دخل الجامعة جامعه جدا جدا أوه. بس بيشتغل درايفر هو ماله بيكسب حلو قوي من الدرايفنج ده سواء كاب او عربيته او بيعمل حاجه وبيكسب كويس قوي قوي مم. في ناس بيسوقوا تريلرز كبيره اه يعني بيغيبوا فتره ويرجعوا بس بيكسبوا أكتر من أي حد تاني. آه. ما أقولش بقى لا أنا معايا دكتوراه وبشتغل في كذا في يعني في احترام لكل شغل لا. آه أوه. أحترم أوه. عمل جوزي. أوه. حتى لو كان بيشتغل سيكيورتي آه. ما يجيش حاجة. أوه. اشتغل سيكيورتي بيوجدها الحكاية ديت وبتجيب له قرش بيشكر ربنا يعني. مم. مم. فأحترم عمل جوزي وما أحطش من قدره. مم. إحترام أسرته بقى مم. إحنا قلنا رعوس في الأول. مم. إحترام أسرته. سبب مشاكل كثيرة جدا م. ان الزوجة لا تحترم اسرة جوزها وبتدعي امه عاوزاه تاخدوا مني ابوه مش عارف ايه اخواته الزوجة ممكن تروح تحترم الام والاب تقدم لهم هدايا تساعدهم راح الدكتور تعمل خدمات ليهم تعتبرهم زي امها وابوها هي بتاثر قلبهم ما دي ماذر لو اه يعني وفضلا له يعني زي ماما وبابا يعني ولما اصبحنا جسد واحد دولة. اصبح بابا ومامته وبابا ومامتي فاذا هي احترمت اسرته كانت تحترمه اه اذا قعدت تتكلم كانت على اسرته سلبي قدامه كانت مش بتحترمه هو فاحترام عمله ايا كان واحترام اسرته حاجات مهمه خالص فاحنا قلنا حاجات معينه الاحترام ممكن نزود عليها أوه. بس يعني دي نقط قلنا اساسيه, نقطة كده. أساسية. أوه. اذا حبيت احترم احترم ايه؟ أوه. احترم قيادته منجزاته أوه. امكانياته أوه. ضعفاته احتياجاته حريته الشخصيه أراءه ممتلكاته, ممتلكاته، عمل عمله اسرته أصوته. دي امثله لموضوع الاحترام يعني مم. مم. الاحترام ده كان اول نقطه في اركان الصداقه إن أحتر... إحنا حتى لو شفنا في الصداقات العادية يعني واحدة مع صاحبتها لو مش بتحترمها مش هتقدر تكمل صداقة معاها طبعاً لو النقطة اللي جاية بتبين الحكاية دي اه الصدق والأمانة بقى يعني واحدة مم. بتخبي على صاحبتها اه ما تقولش أي حاجة أبداً عن نفسها وعاوز تعرف كل حاجة عنهم وإذا سألوها تلف وتدور حاجة ما عن ما نفسها ما تقولش الحقيقة أبداً ما تقولش الحقيقة أبداً اه إنسانة مش صادقة مش صدقة اصحابها يقولوا ايه انت عاوز تعافي عننا كل حاجة وما تتكلمش عن نفسك ابدا عشان فيبتدوا يبعدوا, يبعدوا عنها عنها بينها وبين جوزها بقى دي بقى حاجة تاني لازم كتاني. تكون صادقة مم. وامينة مم. مع الحكمة مع الحكمة ليه مع الحكمة؟ مم. لأن ساعات الصراحة الكاملة لا تفيد ساعات الصراحة الكاملة مم. تدمر طب ازاي؟ يعني واحدة بتحكي لجوزها تفاصيل واحد بيعكسها في الشغل مم. وهي مش هاممها منه يعني مم. هتخلي جوزها إذا كان بيحبها غير عليها فكوش يسألها والراجل عمل إيه مم. وصل لفين إذا بيكلمك مش عايز تكلميه طب سيب الشغل خالص طب ليه ليه أصلا أفتح موضوع زي كده تقول صراحة لازم أحكي كل حاجة لا خد رأي أب اعترافك الأول ولا مرشدك اما تتكلمي في حاجه زي كده مم. لان انا حاليا عشان بحب جوزي ما بحاجه مش مهمه مم. عندي لان انا عارفه اتصرف وخلاص يعني ففي حاجات الواحد لازم يعني في صراحته وصدق كلامه يبقى عنده حكمه حكمه يقول ايه وما يقولش, وما يقولش ايه, دي إيه. مهمه خالص تشجيع بقى التالت حاجه التشجيع تشجيع. احنا ذكرناها قبل كده التشجيع أوه. ان كل انسان كبير او صغير محتاج تشجيع, محتاج تشجيع. بالذات الزوج الزوج طلع مثلا لي اوف شغله مش شغل محتاج تشجيع م. ان في امكانياته ومنجزاته السابقه وصدقه واراءه وان هو انسان حلو عنده مبادئ وقطع ربنا هيبعت له شغل طب انا بشتغل وجوزي ما بيشتغلش دلوقتي يعني قاعد في البيت هو بيطبخ بيوضب بيعمل طب بيقوم بعمل برضه لكن ما احتقرش لأنه ربنا بيبعت الفلوس يعني عن طريق الزوج يعني عن طريق الزوجة هيبارك لازم في الفلوس اللي جاية لصالح الأسرة لكن أسند جوزي أسنده زي البريدج ده الكوبري أسنده وأشجعه لغاية لما تعدي الفترة دي وربنا يجيب له عمل كويس يا ما شفت ناس عملوا على سنتين ثلاثه ما بيشتغلوش وربنا مبارك وكله محتاج مبارك جداً, وكل جدا جدا اه جاله ديبريشن راجل جاله اكتئاب اه سندته مراته وقفت معاه لغايه ما ابتدى يشتغل تاني يعني وكل حاجه مشت كويس صوت. فواحد يفتكر لما كنت تعبان مراتي سندتني مم. لما كنت بقى خالي الشغل وقفت معايا مم. التشجيع والمسانده مهمه جدا جدا وكمان في في الحياه لو هم واحدة واحدة ما عشان كده بتتكون صداقة بينهم في الأمور الصعبة مش بيسيبوا بعض فبالتالي ربنا يعني بيبقى أنا عاوز أكلم مراتي لا عاوز أكلم قصدي مع حد صديق لي الصديق ده يكون متواجد ليا باستمرار اه ثلاثة الصبح طلبني عارف متأكد هرفع السماعة لو ألاقيه هرد عليه وأتكلم لأنه عارف إن أنا افيلبل مهما حصل أوه. فمراتي اللي المفروض صديقة ليا بتشجعني اتكلم معاها بتشجعني اتفاهم واتكلم معاها بتسمع لارائي بتشجعني بتبين اهميه الكلام ده أوه. بس انا عاوز واحده اتكلم معاها كصديقه مم. ليه انا افضل اتكلم مع ست بره ومش مع مراتي؟ ليه؟ إز... عشان عيني فارغه <applause> بالظبط كده يعني م. ايه؟ اه مراتي دي ربنا جابها لي, عطيت ربنا لي. اه عطية ربنا ليا اه اقعد اتكلم معاها ما ما يطلعش قدامي اقول فلانه دي هايله فلانه دي طب ما مراتي تضايق لما اعظم لها في كل ستات اللي بره ما وش عليا حاجه صديقه جوزها يعني ايه؟ يعني تسمع ليه وتشجعه وتسمع اراؤه متفخم فيه ان هو انسان كويس هبتدي اخش بسرعه في حاجه تانية اتفضل ده. الصديق لما يحب يحب بلا شروط أوه. حب غير مشروط أوه. انا بحب جوزي لشخصه ربنا امرني قال لي حبيه كما احببته انا والمسيح حبه لينا غير مشروط بحب شخصه أعمل عمل غلط انا مش مستريح عليه هبين كان ده بذوق لكن بحب شخصه فحب غير مشروط وقبول غير مشروط ده غير الحب قبول كمان لان ربنا قابلنا زي ما ابقى خاطي جدا وتعبان وربنا قابلني فربنا قال لي حبي واقبلي جوزك كما بحبه انا وقبله انا نفسي الكلام بيقوله الزوج فعشان اكون صديق كويس ما عودش اقول انا بحبه بس هو عمل لي كذا يبقى هقلل محبتي او أقبله ازاي هو بيعمل كذا مش هسمع كده دي مش محبه, دي مش مش محبة. ال 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 القبول غير مشروط أوه. والمحبة. صعب والمحبه غير مش صعبه أوه. بس دي الحاجه الإلهية اذا كنت صديقه م. انا بحب ربنا صحيح ربنا امرني بالكلام ده الصداقه ما أحط الشروط لمحبتي م. يعني راجل بيحب امراته اذا طبخت له كويس ما ينفعش بحب جوزي اذا كان مهيته مثلا هتبقى نص مليون جنيه ما ينفعش انا بحبه لشخصه مش لاعماله في فرق بين احب شخصه واحب اعماله بيشتغل بيجيب لي كل ده كلام ده, ده كويس لكن بحب شخصه الربيع دهوني هديه ليا كما هو كده اه بحب شخصه انا شخصه حلو شخصه من جوه الروح قدس جواه فبحب هذا الانسان مم. فالحب والقبول غير المشروط مم. حاجه تانية في ناس غاويين يبصوا لجوازهم عشان يلاقوا العيوب اه وكتير جدا لما يجوا للكونسلنج او لا ايه الحلو اللي في جوزك ولا حاجه تكتب لي صفحتين عيوب عيوب. مم. طب فين ايه ما فيش حاجه حلوه ابدا تقول لي بجد مش 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 فاكر مش فاكر حاجه معقول ده هو ليه دي واحده دي واحده مركزه على العيوب اللي العيوب اللي فيه لكن كل انسان اه جواه جواهر مدفونه كل انسان مهما كان بيعمل غلط بره انا واثق ان الشيطان ضحك عليه في حاجه لكن جواه مبادئ الروح القدس جواه فانا بدور شغلتي ان اركز مع جوزي ووضح له قد ايه عنده جواهر مبادئ قيم مم. مم. موجوده جواه كويسه يعني حتى الحاجات الايجابيه اللي فيه اللي مش باينه مراته تكون شايفاها عارفه ان هو ده جواه تبحث عنها. تبحث عنها تفكر آه. على مر السنين الله آه. بيصير لها حاجات إيه ان جوزها ده راجل مم. يعني حلو في ايه وفي ايه وفي ايه اه تقولها له واذا جه عيب ترشم الصليب تفكر مم. هو عنده ميزات وعيوب طبعا عندي ميزات وعيوب على نفسها كده يعني مم. انا قابل الصديق بتاعي بميزات وعيوب بس اركز كل ما اركز على الفضائل بتاعته والحاجات الايجابيه اللي فيه كل ما هو هيحس ان مراته سنداه وتزيد حاجاته الحلوه الحاجات الايجابيه أوه. لكن مبدا التشجيع اه مم. لا ان انا واحده قدامي جوزي جواه جواهر شغلتي اطلعها انا شغلتي اظهرها اساعده ان يعني كتير قوي زوجات بيساعدوا جوازهم لما شايفين عندهم ملكه خاصه موهبه خاصه مش مش بيستعملها فتقول له انا شايفاك انت انت ايدك كويسه انت ملاحظاتك كويسه انت دقيق الملاحظه تقوم تساعده ان هو اما في شغله اما في عمله اما في عمل اخر يعني بيحصل كتير الدكتوره بلاقي فيه بعض السيدات عندهم ملكة وموهبة كونسل المشهور مش غدي أي ديجري أتبنى الست دي أتبناها كبنتي وقال بنتي أنا شايف هتبقي كونسلر ناجحة جدا ادرسي كذا ودرسي كذا وتابع معها لغاية ما توصل درجة يبقى معها ماجستير أو دكتوراه وتثبت نجاحها فعلا مم. فالواحد بيشوف إيه اللي في جوزي حاجات يعني مدفونة جوا صفات حلوة ممكن تساعده في عمله صح. حتى لو غير عمله عندنا في أمريكا سهل واحد يغير عمله يعني وفي مصر حاليا بيعملوا أعمال إضافية يعني ما فيهاش أي حاجة غلط يعني آه. آه. طب هل الصداقة دي تطلع وتنزل ولا تفضل كده على طول ما فيش حاجة في الدنيا ماشية على طول <applause> ما فيش حاجة في الدنيا ولا الحياة الزجية ولا الصداقة منحنى طالع, طالع 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 طول مش بيحصل كده يا يعني بس اوقات من أه جوزي قرفان انا تعبانه فابص الاقي في الوقت ده مش قادرين نتكلم مع بعض شويه أوه. كويس أوه. يبقى انا احرص ان انا ما اذا كان مزاجي مش معدول مم. اسكت احسن مم. جوزي تعبان شويه مم. فتره الصداقه فيها قلت ما حاجه بكره نتحسن ونخرج مع بعض ونعمل حاجة تانيه كويسه مظبوط فمنحنى الصداقه بيطلع وينزل أوه. وده طبيعي. زي منحنى الحياه الزيجيه بالظبط. بالظبط. فما تضايقش اذا جه في وقت مش بنتكلم مع بعض كويس. بس انا بحترم كل هتعدي حاجه في فتره وبعدين. اه فتره طبعا يعني. أو. أو. اذا كان الاثنين سنترد اراوند المسيح. المسيح مركزه جواهم، أو. مسيح الاسره حواليه. ده الاساس. ده الاساس وهي لقت نفسها ملهاش مزاج تصلي. اه. تقول ما لهمش مزاج يعني يعني العيال ذنبهم ايه وجوزي ذنبه ايه أوه وانا داخله في, دور كده قبل الدوره ما بتيجي انا تعبانه وحاجه زي كده يعني اصلي ان ربنا يستر عليا وما يتعبش جوزي لان في ازواج بيشتكوا من زوجاتهم يعني في الفتره قبل الدوره بيبقوا صعبين جدا جدا يعني عصبيين مكتئبين متضايقين دي تسود فبيقول انا عايش يعني ربع حياتنا وأسبوع قبل الدورة، هيشيل كذا. فهي حتى لو عندها كده، تحب تتعامل معاها، تعالج الكلام ده، عشان خاطر جوزها وأولادها. ونفسها بعد كده في الآخر يعني. مش تعبانة يعني. صح. ماشيين حاليًا لسه بنحكي عن إن النقطة التانية في أركان آه. الصدقة. آه. في فضل عندنا ثلاث نقط تانيين. آه. في واحدة، في واحدة ست، قالت لي أنا بحاول أغير جوزي من خمسة 25 سنة حاجة معينة. ضاعت عليه 25 سنة على الفاضي. قلت لها عاوز غيري في إيه؟ قالت لي حاجة واضحة جدا. الشخص إيه؟ ده بيتفرج على حاجات مش مظبوطة آه. حاجة زي كده يعني. فبحاول آه. معاه. هي آه. بتحاول تغير من عنه. آه. وهو بيقول لها أنا بحب الحاجات دي. آه. بيحب خطية يعني. طب. فبتقول لي بعد خمسة 25 سنة أدركت أني أنا على الفاضي. لازم هو يقتنع انه عاوز يتغير ويعرف كان ده ازاي اذا كان حاجه الانسان بيحب المسيح فعلا هيقعد قدامه يشوف يا رب انت عاوزني يرضيك الكلام ده يا رب طب ساعدني يبقى في حاجه وفعلا الحاله جات لي والاخ ده كان عاوز فعلا يتغير بعد 25 سنه ساعدته يعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ لكن الزوجه اللي تصر نتغير جوزها بتضيع وقتها على الفاضي بتضيع وقتها فعلا وما فيش حد بيتغير غير لو هو اقتنع وادمتت ان هو بيعمل حاجه غلط آه. طيب سيبك من البورنوغرافي ان هو بيعمل خطيه كبيره لو في حاجه هي عاوزاه يتغير فيها وده احتياج ليها هي انه الموضوع ده يتغير عشان يبقوا افضل يعني في الحياه واكتر بيعرف يعبر عن محبته بيحترمها آه. يعني عاوزاه يعمل كده يعني يحترم اسرتها نفذ عاوزه كده يمكن يعبر عن محبته اكتر هي أه واحد مم. راجل انا صعيدي ما تعودش انا بتكلم عن بتكلم انا كده وما ما اقدرش ابوس مراتي ما اقدرش يعني عيب مم. عيب ايه ما اعرفش يعني يعني هو العاطفه بس عنده في داخل العلاقه الحميمه لكن مم. مش في حاله عاديه وهي كاي واحده عاوزه كلام كويس محتاجه يعني كلام حلو عايز يعني كده طب تعمل ايه؟ بتنوه بذوق قوي قوي اه عن احتياجاتها مم. نفسي كذا مم. يقول لي انا ما مش ينفعش مش في حاجه زي كده قلت طب حاول معايا انا نفسي مم. يعني انت انت جوزي انت ربنا اللي جابك لي يعني هطلب من حد بره يبوسني نفسي تبوسني يا اخي حد عليا يطبطب عليا <applause> يعني بتترجاه يعمل مش بتقول له انت ما تنفعش زوج انت بتكاسر الوصيه يوفي الرجل المراه حقها الواجب أوه. وانت ما تقولش الكلام ده يعني فحتى بتطلب احتياجاتها زي ما بتقولي انه يتغير لما هي تقول له بيحصل 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 خصوصا لو قالت له احنا مع بعض والمسيح في وسطنا اه انا بعملك اللي انت عاوزه اي حاجه لو قلت لي اي شيء هحاول اتغير فيه أوه. انت عشان خاطر المسيح اللي بينا خليك بس عاطفي شويه معايا حاول يعني بتشجعه لحاجه زي كده وبعد تعمل له تبوسه هي هي تبوسه هي وتحضن عليه تقول له دي حاجه صعبه انا بحضن عليك اهو وبطبطب عليك أوه. أوه. و... يعني انت فرحان انا بعمل كده لك مم. ما نفس الشيء اعمله معايا يعني توريه عمل ازاي الحاجه اذا إز هي عاوزاه يتغير فيها ويشطر فيها ممكن تعلمها له خلاص يعني ما عدم محاولة تغيير الزوج عشان تبقى صداقة حقيقية اه مش مش هتغيره الحاجة الثانية اللي بيحبها أوه. الزوج قوي مم. ان مراته تعبر عن محبتها ليه هي تعبر ب... باللغة بتاعته هو يعني انا مثلا شايف الاحترام هي مم. لغتي اه لازم تحترم اه انا احب مم. مثلا انا بحب ال ان الرفقة المعية اخرج معاها مثلا نعمل مع بعض حاجة أوه. انا مزاجي مثلا آه اني يعني اعبر لها عن العاطفة بتاعتي و ويتقدر الكلام ده م. اغلب الرجالة مش بيحبوا الهدايا يعني يعني الست بتحب الهدايا اكتر جايز يعني أوه. بس اشوف ايا كان لغته أوه. هل هي لغة يعني احترام لغة الحب تساله يعني أسأله تساله وفي لغات حب اصلا كتابيه اكثر من 30 أوه. نوع من انواع المحبه أوه. مش بس آه مش فايف مش, لا. مش لغات مش الحب الخمسه انا بتكلم لغات مم. كتابيه المسيح علمها لنا مم. على الصليب علمنا ان الحب الحقيقي مم. اسلم نفسه لاجلها يعني بذل نفسه لاجلها يعني اجل الكنيسه فهذا نوع من انواع المحبه غسل الرجلين يعني نوع من المحبة مع التواضع يعني التواضع وال آه. ففي في أنواع معينة من المحبة الكومبانيشيب المصاحبة مع بعض نتكلم عن النقطة اللي جاية بس قصدي لغة المحبة ممكن تكون مختلفة أشوف جوزي يعوز إيه طيب أنا مش عارف أقول له يعني أنا بحبك جدا بس أنت تفتكر لو عملت إيه تتأكد أنا بحبك يقول لا عملت لي كذا احترمتي لي كذا طبختي لي مش عارف اي حاجه فانا اشوف ايه نوع اللغه بتاعته م. هي الطريق الراجل هي معدته صحيح يعني بيقولوا كده اه يعني اطبخ له الحاجه الحلوه م. اللي كانت مامته بتعملها له آه. اتعلمها مامته ما جاش حاجه ابدا يعني اقول لها طنط ممكن تعلميني عشان نفسي جوزي بيحب مثلا اللحمه معموله بالطريقه بتاعتي العدس معمول بالطريقه بتاعتك، مم. اي حاجه يعني. فقصدي اعمل اي شيء مم. عشان يعني يحس لما دي دي حاجه اللي هو عاوزها يعني. ده آه. اللي هو فعشان اعبر له بلغه المحبه اللي هو فاهمها. ما اقدرش اروح اجيب له مثلا يعني اجيب له تاي كويس قوي أو يعني بس هو مش ده اللي يهمه بس يعني مش بيسال مش مش بيس بدل ولا جرافطات اه هو عنده كتير طب, طب أجيب له جرافطه يعني ليه يعني الحاجه اللي هو بيحبها اه م. الاسلوب بتاع التعبير م. اللي هو بيحبه ويعوز يعبر بيه آه. اخر نقطه ودي لها وصف م. لازم نقضي انا وصديقي اللي جوزي وقت معا لوحدنا لو ازاي نخرج مع بعض، م. نروح فين؟ م. نعمل ايه؟ م. ازاي نقضي وقت معا؟ م. لأن الصداقة لازم يكون فيها تنضيط وقت مع بعض. ففي طبعا اقتراحات. أنت حالة تقترحي حاجات معينة، أماكن معينة، أسلوب معين يروحوا فيه؟ آه يخرجوا مع بعض في أماكن هادية كده على البحر يروحوا في بارك حتى ويقعدوا يعني في حاجة خلي بالك جوزي كده يكون سامع دلوقتي آه أه يعني إنتي رساله مش سهلة عن الكلام ده دلوقتي خلي بالك يعني مش هيقول لي ما أنا بقول لك نعمل كده بيحب هو يروح يقعد على البحر نروح البحر جبنا ونتمشى ونقعد هناك فدي أه. حاجات بسيطة ممكن أه. نروح يعني الكنيسه طبعا مع بعض واجتماعات وكده يعني انا هقول حاجه ان اكتر حاجه بتقوي الصداقه لما بيصلوا مع بعض لما بيروحوا اجتماعات صلاه مع بعض بيقضوا وقت مع بعض بيقضوا وقت مع بعض بس بس بيبقى ليها ميننج تاني اكتر في الحياه كويس كتاب مقدس مع بعض وقرايه مع بعض وتاملات أه وكتب كتب روحيه مع بعض اه يعني قصدي يروحوا مؤتمرات مع بعض أه. خلوات مع بعض خلوات أه. روحيه مع بعض أه. أه. ويروحوا زيارات ويروحوا اي حاجه تاني يعني ممكن يخرجوا يعني اروح اول حاجه صعبه بقى يروحوا شوبينج مع بعض ويروحوا شوبينج <applause> يروح شوبينج شوبينج فور كلوز يعني يعني يروح معاها المول عشان تتفرج على الهدوم ده انا دايما اقول الراجل ده يحتاج يعني يعملوا تمثال اذا راح مع مراته واستحمل تتنقل من محل لمحل لمحل يعني انا بقى بدي جوزي هيتعمل له تمثال بقى صحيح بجد؟ اه بجد يا بختك بجوزي فانا <applause> قصدي يحب يخرج مع مراته اصلا أوه. حتى كانت عاوز تجيب هدومها مم. يعني قد يكون لي راي في الهدوم وتقعد تسالوا رايه يعني آه عاوز تعمل آه شوبينج يعني شري قصدي اكل, أكل شوربه او بتاعه اي حاجه ممكن يروح هو مع يروح معاها فده وقت خليه مع بعض أوه. في البيت مم. انت قلتي ممكن نزور بعض نزور أوه. زيارات يعني زيارات ليه مع حاجات مع بعض. اجتماعيه مش كده يعني نقعد مع بعض محتاجين اصحاب ومحتاجين ناس بالظبط ممكن نلعب لعبه مع بعض ممكن لعبه في البيت نتكلم مع بعض يعني في حاجه العاب يعني نتحطم مع بعض ممكن يعني نناقش <applause> مستقبل عيالنا اه هنعمل لهم ايه؟ بنعمل أوه. لهم ايه؟ حياتنا أوه. ماشيه ازاي؟ نناقش البادجت مع بعض نوضب البادجت ازاي؟ آه. هنسال صحيح جايز ممكن يعني واحد فاينانشال ادفايزر يساعدنا بس نناقش <applause> البند ده والبند ده كلف ايه والبند ده كلف ايه احنا الشهر ده بخس عين شويه الشهر الجاي في بركه ازاي اشتغل على البادجت فممكن اناقش مع مع جوزي على حاجه زي كده <تصفيق> <تصفيق> لما اخرج مع جوزي اتجنب الكلام عن حاجات سلبيه أوه. يعني ما اقعدش اقول العيال متعبين كذا كذا لا واحنا بنفسح بره يعني او اي حاجه سلبيه بتحصل في الحياه ما نتكلمش عنها واحنا خارجين واحنا منفصح. خارجين تبقى فسحه بيور كده اه اذا لقيت نفسي عارف اتكلم في ايه او الاية من الانجيل ونتأمر في الطبيعه حوالينا وفي اي من الانجيل مم. ممكن يعني مم. يعني الانجيل كله ايجابيات فانا ابقى عارفه كويس اتكلم في ايه اه تقضية وقت ممتع مع بعض مم. أهميته في إيه يا دكتورة؟ أهميته هيجي وقت لما الاتنين يعجزوا وعيالهم يسيبوا البيت مم. زي ما الامتي نست مم. يعني خرجهم اتجوزهم وخلفهم والواحد يعني وشه في وش مراته اه بس لما بيخلفوا الامتي ده دا بيرجع تاني <applause> <applause> عيال عيال <العيالهم تصفيق> يعني. تاني ايوه <تصفيق> <تصفيق> عيال العيال <تصفيق> <تصفيق> يعني في بعض الاحوال طبعا كده يعني لكن انا بتكلم الزوج والزوجه مع بعض على مر الايام ادركهم ان هما الاثنين بيحبوا <applause> مثلا بعض يلعبوا تنس مع بعض اه يقعدوا من البحر مع بعض يقولوا كتاب روحي مع بعض يعني يقضوا وقت م. في وقت معين هواية معينة بيعملوها أوه. أوه. قد تكون قراية مثلا أوه. قد تكون لعب قد تكون رياضة قد تكون فسح ريكرييشن يخرجوا يعني يتفسحوا مع بعض في أماكن تكون معقولة يعني فقصدي عرفهم عن بعض يعني في أول ما يطلع على المعاش ومراته بعد شوية تحصلوا أو قاعدة في البيت أصلاً يحطوا برنامج بقى. مم. هنروح فين ونعمل مم. ايه؟ برنامج مم. اسبوعي. امم. ويدوروا على مجاميع اصحابهم عشان يروحوا معاهم كروز مع بعض كلهم يروح رحلات. آه. يروحوا رحلات. يروحوا ويك اند في حته وكده. آه. آه. اه. يعني انا بنصح دايما ان على الاقل في الاسبوع ياكلوا مره بره. مره على الاقل. ممكن يقضوا آه ويك اند لوحدهم مثلا من غير عيالهم، عيالهم يكون كبر يعني. اه. يقضوا ويك اند يروحوا للكونترول. يغيروا جو يعني. ففي امثله كتير قوي ايجابيه عشان اقضي وقت مع بعض تقضيه وقت مع بعض بيخلي الصداقه الايجابيه تتقوى كده تتقوى طيب. احسن واحسن وحتى للناس اللي اولادهم لسه صغيرين لو يقدروا يخلوا حد ياخد باله من اولادهم عشان يخرجوا مع بعض دي مفيده جدا بيحصل زي ما حضرتك مثلا ممكن تاخدي بالك من ولاد ولادك أيوة. ايوه عشان ابنك او بنتك يخرج مع شريك حياته بيحصل يتفسح شويه فانت بتقوم بهذه الخدمه وهم مبسوطين ضامين ان أيوة. تيتا بتاخد بالها من, من الاولاد فيعني احنا بنحاول نشرح دلوقتي ازاي الزوجه تحترم تبقى صديقه جوزها بال... عن طريق الاحترام أوه. اول حاجه الاحترام زي ما ربنا قال الخضوع مم. مم. دي اهم حاجه مم. الاحترام المسانده مم. بتاعته مم. آآ آآ يعني خاضعين بعضكم لبعض يعني بتحترمهم وت... وانتوا الاثنين حاولوا تتسابقوا في التواضع محدش يكبر على الثاني يعني مم. في خوف الله انتوا خايفين وتخافوا بخافه ربنا احترام ربنا اللي موجود معاكم في الاسره بتاعتكم مم. خاضعين بعضكم لبعض الايه دي ما بتتقالش في الفرح بيبتدوا عندنا مم. في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه ايات النساء الرجال رجالكن الكنائس الارثوذكسيه الاخرى بيكتبوا من 21 وعشرين اللي بعض هي خضيعين بعضكم لبعض بعض. عشان ما تحسش الزوجه ان الخضوع ده بتاعها هي بس لا هناك الاحترام زي ما قال قدس الذهبي الفم الاحترام والمحبه التجاهين اللي الاثنين ماشيين مع بعض يعني فاحنا شرحنا المحبه والخضوع مم. ازاي وكل واحد ليه الوصيه بتاعته لازم ينفذها. Mm. امم. بالتاني عمل وماعملش oh. وازاي ربنا قصد mm. ان الست لما بتحترم جوزها وتسنده ما تتكبرش عليه، ما تمعظمش عليه، mm. ما تسفهش اراءه، الحياه تمشي حلوه قوي. زي mm. ما كان بيقول الدكتور عماد بيوصي شايف ان في موجه من السيدات القويات السؤال كلمه الإناء الأضعف. هي كالإناء بطرس رسول كالأضعف, كالأضعف. هو مش ضعف أبدا يعني لا وبعدين لا. إيه شرح الآية دي زي ما قلناها قبل كده مم. الضعف أوه. يعني إناء رقيق جدا أي. رقيق جدا يعني إيه؟ يعني غالي الثمن فأنا بنظر إذا شيك حياتي إنه ده إناء غالي جدا عند ربنا مم. مم. كالأضعف يعني الماتيريال بتاعته صيني رؤية أوي يعني فيعني <applause> دايما الفظاظ الغالية تقرا إياه قوي مش حاجه يعني ف يعني كل واحد فينا بيتعلم الاحترام وكل ما احترم زوجي اكتر كل ما هيحبني اكتر طب نفر ما حبنيش يبقى انا نفذت وصيت ربنا خلاص قلنا الحاجات دي كلها لربنا كلنا أوه. أوه. انا انا عاوزه اعيدهم تاني يا دكتور اتفضلي <applause> يعني غير الاحترام الصدق والامانه مع الحكمه التشجيع محبه غير مشروطه وقبول غير مشروط وندور على الحاجات الايجابيه المدفونه جواه ونمدحها وبعدين الصداقه ليها برضو منحنى ممكن تطلع وتنزل لكن في النهايه هي هتطلع لو يعني اتحقق فيها كل الاركان دي وبعدين لغه المحبه بقى ان اشوف هو عاوز ايه واعمله آه. و... وعدم محاوله تغييره خالص ايوه يعني ربنا اللي يغير وانا اصلي من اجل الحاجه اللي عاوزه تغيير واقدمها بصوره يعني بحكمه كده اهو وتقضيه الوقت معه ال... يعني في امثله من قصص بقى في الحياه آه. يعني واحده زي ما كان بيقول حد الناس اللي ده في مداخلات آه. واحده جوزها بيخونها آه. ويعرفنا بيخونه مع مين. اه. ومستمر في الخيانه بتاعته برغم ارشاد الاباط اعتراف ليه. مم. تستمر تحترمه؟ مم. اه تحترمه. تحترم ضعفه. ما هو ده ضعف. ده ضعف روحي منه. لان الابديه هو معنى عنها خالص. واستمر انا مخلصه في بيتي امم. لان الشيطان هيحاول يجرب هذه الست بنفس, بنفس الموضوع هتلاقي بدون ما تحس كده هي ماشيه بره رجاله بيتسابقوا عليها عشان يكلموا معاها بعضهم عارف ان جوزها كده وبعضهم مش عارف هي بنت شكلها حلو ولطيفه ممكن يعملوا كده معاها فهي بتجرب لكن هي مخلصه للمسيح فبتمسك نفسها ما تقولش بقى ما هو بيعمل اشربه نفس الكاس اللي بيعمله لي انا اعمل زيه مم. ما بينفعش فالزوجه دي احترامها لجوزها يعني بتحترم نفسها في التعامل معاه. هي بنت اصل هتستمر في البيت ومهما الناس قالوا لها طلقيه ده ما ينفعش معانا غير الطلاق ويشجعوا عليه بتمسك نفسها. في زوجات بيشتكوا ان زواجهم ايموشنال ابيوزيف يعني بيعتدوا عليهم اعتداءات نفسيه وعاطفية أيوة. وجسدية وده صعب جدا لا يعني بتخلي الست الطعن <applause> وكان ده مستمر ايه جواز فوق عشرين سنة بيعمل كده وكل ما تحاول انها تكلمه يقول لها انت سايكو انت يعني معناها انت مخ طائر انت يعني ما <applause> بتعملش يعني 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 حاجة بتساله <applause> نتكلم في حاجة نتناش مع العيال أوه. يقول لك ليه عشان يهرب ويحط من قدرها وهو مش دريان ان العيال تعبانين طبعا بسبب الكلام ده تعبانين ان امهم بتحط قدرها وهم عارفين امكانياتها كويسه جدا يعني هي كانت عايشه في امريكا قبل ما جوزها اللي جه من مصر وهي اللي فضلت وراه لغايه لما اصبح انسان ناجح مم. مم. ولما نجح ابتدى يحط من قدرها الامثله دي كتير قوي يا دكتور قصدي هنا مم. هنا, مم. هنا مم. الميل الثاني <applause> لما جوز بيعمل كده طب احترمه ازاي احترم المسيح اللي فيه كمال للرب احترمه بعضهم مش بيقدر يستحمل يستحملهم <applause> الا اذا كان في حد سندهم <applause> وبيشجعهم ان يستمروا في حاجه زي كده فهؤلاء الزوجات انا بقول لهم محتاجين حد مرشد روحي اب كاهن يسندهم كل شويه بكلام ربنا <applause> عشان يستمروا في حياتهم الى ان ربنا يراجع جوازهم ويعقلهم يعني طب يعني مش هلجا للقضاء ابدا وطلقش ابدا أوه. دي حاجه خاصه بيكي الزوج اللي معاوزة يق... احنا بننصح لا بننصح لا لكن بننصح لا لانه في طرق قبلها بتتعمل طب مم. واحده تعبت جدا جدا من كتر الاعتداءات اللي عليها أوه. تعمل ايه يعني في حاجه اسمها انجر مانجمنت ازاي الغضب ده مم. ويتعامل معاه. م. ممكن خطوه قبل كده اجرب لو جوزي بيضرب ضرب مبرح. عندنا هنا في امريكا او في استراليا او في اوروبا مثلا وكندا ممكن يتعامل فيه حاجه اسمها انجر ماش غضب ازاي يتعامل مع الغضب بتاعه يعلموه ازاي يمسك نفسه. بعض الناس في بعض الدول دول بيدوا مثلا عشر جلسات بس ما بتنفعش. لازم احنا عندنا في امريكا انا 52 جلسه اسبوعيه يعني سنه. اقل حاجه في كندا المفروض تكون ست اشهر. فاذا حد نصح حد خد ثمان جلسات. ما ينفعش مش كفايه. ما مش كفايه. فلازم يعني وتروح معاه هي ممكن أوه. تروح معاه يحضروا هم الاثنين. مش تقول انا ايه اللي لا هو اللي غضبان هو م. اللي غضوب لا روح مع بعض ونشوف حتى عشان نفكر بعض بعد كده في المواقف م. ازاي نتفاهم ثاني يعني مع بعض. ففي وسائل تتعمل قبل ما نوصل لمرحله الطلاق أوه. لان في ستات كتير مش عاوزين يطلقوا بس الحياه اصبحت لا تحتمل بالنسبه لهم لا تحتمل. عشان تنفذ كلام الصداقه ده م. هي بتجاهد م. عشان تحترم جوزها مع اللي ذوقه تحترم جوزها في قرارات سخيفه بيعملها أي. أي. والعيال دايما يعني انا شفت مره واحده ست نقمة جدا على امها ليه عشان في يوم من الايام المرحوم ابوها كان بيزل في مراته والبيت كانت صغيره شاف ان امها بتتذل كل يوم فطلعت لما الاب مات اصبحت ناقمه على امها جدا كان شخصيه ضعيفه اولادي كان عندها حكمه هتخرب البيت الراجل اهو راح بالسلامه وهي قاعده وعايشه مفروض تشكريها بتعلمك ازاي تكوني حكيمه في التصرف طب يعني دكتور انت بتقول الاحترام في كل يعني دي احترام الضعفات أه؟ احنا جينا اصلي لنهايه البرنامج و جدا جدا الموضوع مهم قوي قوي لان فعلا لما سنين هتعدي والراجل ومراته يلاقوا نفسهم لوحدهم لازم يكونوا اصدقاء. ربنا يكمل عمله معانا كلنا شكرا جدا ونحس بحلاوه الصداقه بين الزوجين شكرا ليك وبنشكر كل احبائنا المشاهدين اللي بيتابعونا وانتظرونا الاسبوع الجاى فى حلقه جديده الى اللقاء